تتميز مؤسسة الرؤية العالمية بتنوع برامجها من الصحة والتعليم والحماية والمشاركة مع الأطفال. هذه البرامج لها أهمية كبيرة في صقل شخصية الأطفال وإعطائهم دفعة ودعم معنوي كبير حتى يكون لهم دور مؤثر في مجتمعاتهم مستقبلا. وما يميز أيضا مؤسسة الرؤية العالمية في طبيعة عملها هي المشاركة والاستدامة، وتسعى للحفاظ على العلاقة ما بينها وبين المجتمعات المحلية والمؤسسات الشريكة في المنطقة حتى بعد انتهاء البرامج والمشاريع. البرامج اللي بتنفذها تترك أثر كبير في شخصيات الأطفال المستهدفين كونهم من الفئات الأقل حظا. استطاعت مؤسسة الرؤية بالأنشطة اللي تقوم بها بتحسين مستوى التعليم، تحسين البيئة الآمنة للمدارس، في بناء رياض أطفال نموذجي وذات إمكانيات عالية جدا. أيضا استطاعت كمان تدريب المشرفين والمعلمين في رفع كفاءاتهم المهنية والتعليمية. البرامج تصقل شخصية الأطفال، تجعلهم مؤثرين وقادرين على التغيير، قادرين على التفكير، قادرين على الابتكار في المستقبل. كذلك ساهمت مؤسسة الرؤية العالمية في صقل شخصية الأشخاص اللي أعطوا فرص ليكونوا متطوعين، سواء من النساء ومن الشباب في هاي البرامج، ليكونوا قياديين ومبادرين ومؤثرين في مجتمعاتهم. النادي خلق بيئة آمنة هذول الطلاب لحتى يستمتعوا بوقتهم، وكمان استمتاع وتعليم. أنا انضميت للتربية الإيجابية كأي أم بتعرض لضغوطات وصياح وأشياء زي هيك، بس لما انضميت لهالتدريب استفدت بشكل كبير، حاولت أغير نفسي، أغير تعاملي مع أطفالي. بالنسبة لبرنامج جذور التعلم كثير ساعدني وعمل على تنمية الإبداعات عندي. كان التدريب كثير سهل ومتتابع وكان كثير منظم، عمل على تنظيم وقتي وتنظيم يومي، وعمل على تنمية قدراتهم وساعدهم على بناء قدراتهم الجسمية والعقلية والنفسية والحركية، ساعد على تطور المهارات النمائية والجسمية للطفل، عمل تحسين كثير على شخصية الطفل. هذا الدور التشاركي كثير فادنا، إحنا كثير فرق معانا في المناطق اللي كانت الورك فيجن موجودة معانا فيها، وحسن من الخدمة اللي بتلقاها المواطن، اللي هو الهدف الأساسي تبع إحنا كل اللي بنشتغل على نفس الهدف، اللي هو تحسين من جودة الخدمة اللي بتلقاها المواطن. يعني كان في نواقص في العيادة، بعض الثغرات اللي غطوها معانا وزبطوا معانا مؤسسة الرؤية العالمية. من ضمن هاي التدخلات اللي ساعدونا فيها هي تأهيل الساحة الخارجية ومدخل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، سهلوا دخول المرضى كبار السن للعيادة ووصول المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة كمان. مع إني أم متعلمة، إلا إنه استفدت من هيا صغيري هيا في أشياء كثيرة ما كنت أعرفها بيني وبين طفلي، بالذات زيارة البيتية، يعني كانت مفيدة جدا إلي. حسنت شخصيتي، صرت عندي القدرة على اتخاذ القرار تبعي، صرت المرجعية للأمهات. حتى كان لما تعمل المدارس اجتماعات كانوا يدعوني على الاجتماعات المدارس، صرت أنا يعني قيادية في المنطقة. أصبحوا الأطفال اليوم عندهم القيادية، أصبحت عندهم مهارات حياتية، أصبح إنه الطفل لما يصير عنده اعتداء إنه يعرف لمين يتوجه، إنه صار قيادي. كثير مؤسسة الرؤية العالمية خدمت الأطفال من ناحية الرفاهية، من ناحية الحقوق، قدمت لهم دعم للمدارس، عملت تحسين للمدارس، لرياض الأطفال، للعيادات، للمنطقة ككل. بالنسبة للأطفال أثر عليهم برنامج التكافل، إنهم يتلقوا رسائل من الكفلة. كنت أشوف السعادة في عينين الأطفال إنهم بيعرفوا إيش من العالم الخارجي. الرؤية العالمية عمدت وعملت منذ نشأتها على خلق بيئة وظروف أفضل لأطفال فلسطين في كافة المناطق المستهدفة في أرجاء الوطن، من خلال تبنيها لرؤية شمولية وبرنامج شمولي يركز على الأطفال المهمشين والأكثر عرضة في مواقع الاستهداف،
من خلال برامجنا استطعنا أن نحول الحلم إلى حقيقة، أن نحول الرؤية إلى واقع، ونخلق فرص واعدة للأطفال. شكراً للرؤية العالمية والقائمين عليها. نشكر المؤسسة ونشكر الجهات الداعمة. شكر من الأعماق إلى مؤسسة الرؤية لما قدموه. شكراً للرؤية العالمية. شكراً مؤسسة الرؤية العالمية.